أستاذ الدكتور وجد عياد هو أستاذ الأجيال. أستاذ الدكتور وجد عياد تعلمنا منه الكثير، تعلمنا منه العلم، تعلمنا منه الأخلاق، تعلمنا منه الالتزام في العمل. الأستاذ الدكتور وجد عياد هو مؤسس قسم القلب في كلية الطب جامعة الإسكندرية. الأستاذ وجد عياد هو رائد قسم القلب في كلية الطب جامعة الإسكندرية، وإحنا فخورين بإن إحنا تلامذة الأستاذ الدكتور وجد عياد، وبندعو الله أن يديله الصحة ويخليه لينا ويستمر عطاؤه ونستمر أن احنا نتعلم منه. الحقيقة الواحد لما يجي يتكلم على الأستاذ وجد عياد يمكن بيعجز عن أن هو يلاقي الكلمات اللي توفيه حقه. أستاذ وجدي عياد أنا بوصفه أنه هو باعث النهضة في قسم القلب جامعة اسكندرية، يمكن زي ما محمد علي جه وعمل نهضة في مصر فعلا، يعني ما فيش مبالغة في الكلام ده. احنا كنا في الوقت ده زي ما كناش اسمع، كنا زي أي قسم أمراض بطنة عادي، يمكن كان جاهز الإكواطلان. جه هو الحقيقة اجتهد وسافر وراح وقت التعاون الدولي وقدر إنه هو يجيب لنا أحدث جهاز أسطرة، أحدث جهاز إيكو، جاب لنا جمع كاميرا، عمل قسم قلب حقيقي. وأهم من كده يمكن المحبة اللي كانت موجودة ما بيننا وبينه، كانت علاقة أخوية أو أبوية، وإن هو عمر ما حد كان بيزعل منه، لأن لما كان بيجي يعاتب حد كان بياخده على جنبه ويكلمه ويفهمه الخطأ بتاعه. الحقيقة الدكتور وجدي له منزلة كبيرة لبنى كلنا، وهو كان رئيس شعبة الهارت فيلير لفترة طويلة، وكنت نائب الرئيس وشفته زي ان هو بيتفانى العمل، ان هو يقعد بيغير في البرنامج مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية ما يوصل لأفضل حاجة. فهو كان دايما يخاف على عمله وعلى أداء، ان هو عايز يكون أحسن أداء. دكتور وجدي لما كان رئيس قسم كان بيجي الصبح 8 الصبح ويمشي الساعة 2، كنا حريصين اللي احنا نيجي قبله، كان دايما بيسبقنا. طبعا اي حد موجود في القسم كان يخاف يمشي وهو موجود، فكان مثال الاستاذ والمعلم، وربنا يديله الصحة ونتمنى له كل الخير ان شاء الله. لا يكفي الكلام للتكريم، لأنه قامة أكبر من إن إحنا الكلام فيها حقها التكريم. دكتور وجدي كان رئيس القسم وإحنا درسين مساعدين، أنا والدكتور محمد صبحي والدكتور محمد حسنين، وهو الحقيقة الطفرة اللي حصلت في قسم التكريم كان يعني الوالد بالنسبة لنا، وإحنا مش عايزين نكبره في السن، إنما هو كان بالنسبة لنا والد وأخ أكبر، وهو اللي ادانا الدفعه القويه في بدايه عملنا اسم القلب كمدرسين مساعدين. ومن بعد ما حصلنا على الدكتوراه كمدرسين بدانا الحقيقه ان احنا نلاقي كل الحب والود والتعاون من الدكتور وجدي، وتيسير الوسائل اللي احنا نقدر نتعلم بيها ونقدر نلتقي باسم القلب اللي احنا وصلنا له النهارده. الدكتور وجدي له 99% الفضل يرجع له، لان هو اللي ادانا الجايد ان احنا نوصل لهذا الليفل، وان احنا نبقى مثابرين زي ما هو كان مثابر في تاسيس اسم القلب في كليه الطب الاسكندريه. الدكتور وجدي عياد بالنسبه لي هو اسطوره القلب في اسكندريه، هو ماي جاد فادر. دكتور وجدي عياد انا اعرفه وانا طالب سنه 3 طب. دكتور وجدي
كان مثل رياضي مثل علمي قوي جدا. اتعاملت معاه وانا نايب قمة العلم والاخلاق، ولدرجة مرة زعق يعني، كان حاسس ان هو زعق لي او باخني في حاجة معينة، لقيته بالليل بيكلمني بيصالح بيكلمني يعني بحب، لدرجة انك ممكن تنسى اي حاجة ممكن يعملها لك. علم مستمر. دكتور وجدي عياد مفيش كلمة عيب تطلع من بقه. دكتور وجدي عياد مثال التزام في الوقت، خلوق شوية ولكن الناس كلها تحبه، مفيش حد يختلف عليه.